حالة ركود مؤقت مرت بها معظم قطاعات السوق العقاري الكويتي خلال فترة الربع الثاني من عام 2019 لأسباب متنوعة تصدرتها الاستعدادات لشهر رمضان، إضافة إلى موسم الإجازات، ما أثر بشكل طفيف على حركة البيع والشراء في معظم المناطق. متخصصون عقاريون أفادوا أن هذه الفترة لم تشهد تغيرات تذكر بمستويات الأسعار، لا سيما العقار السكني، في حين كان هناك تحرك طفيف في قطاع العقار الاستثماري بالمواقع المميزة، موضحين أن مجريات حركة التداول بالعقار السكني كان معظمها بفضل المضاربين أكثر من الراغبين في السكن. وفيما يتعلق بالقطاع التجاري والحرفي فقد شهد ارتفاعا في الطلب بمناطق المباركية والشويخ والري، مع استمرار الطلب على العقارات السكنية المؤجرة والعمارات الاستثمارية بسبب انخفاض العوائد على الودائع البنكية. مؤشرات إيجابية نتيجة بعض المشاريع من شأنها المساهمة في تحسن السوق العقاري كمشروع الوقود البيئي والتوسعات الجديدة. ووفقا لتقرير بنك الكويت الدولي، فقد بلغت مبيعات سوق العقار خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1,880,000,000 دينار، مدعوما بشكل أساسي من قطاعي السكني والتجاري.